هاشم، بسم الله بالتوفيق. عفوا استاذي، استاذ ايمن ابو هاشم وليس اكرم. عراسي استاذي، استاذ ايمن ابو هاشم معذره. استاذ ايمن، يعني حبذا لو تضعنا في صوره القرار الاخير الذي حدث او فيما يخص اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا. يعني بدايه الحقيقه، يعني من سمع بهذا القرار اعتقد بالوهله الاولى ان اللاجئين الفلسطينيين السوريين المتواجدين في تركيا لم يكن لديهم بطاقه كملك طيله السنوات الماضيه. طيب، وهنا يجب ان نصحح حقيقه معلومه مهمه، أن اللاجئين الفلسطينيين الذين أتوا من سوريا إلى تركيا تم معاملتهم بموجب قانون الحماية المؤقتة أسوة باللاجئين السوريين. جميل، تمام. هذا القرار طبعا تم منذ العام 2014. طيب، وبالتالي ما حصل في القرار الأخير أو موافقة السلطات التركية على منح الكملك لمن لا يحملون هذه البطاقة من اللاجئين الفلسطينيين السوريين هو شمل فعليا من دخلوا خلال الفترة الأخيرة أو خلال السنتين الماضيتين، وتحديدا بعد عمليات تهجير اللاجئين الفلسطينيين من مخيم يرموك وجنوب دمشق وخان الشيح وغيره. وبالتالي بقي هناك المئات من هؤلاء المتواجدين هنا في الأراضي التركية لم يستطيعوا فعلا الحصول على الكملك، وهذا أثر بصورة مباشرة على أوضاعهم المعيشية وعلى وضعهم القانوني. تمام. لأنه عندما لا تملك كملك أنت لا تستطيع في تركيا أن يكون إقامتك أو وجودك مشروع، ولا تستطيع أن تستفيد من الخدمات الصحية أو التعليمية أو غيره. طيب، بالتالي هم وافقوا الآن على أن يتم منح هؤلاء بطاقة الكملك وفق الولاية التي موجودين فيها تواجدوا فيها، وتم بالفعل وضع رابط. وحتى الآن يعني العدد التسجيل الذي بلغ لدينا يتجاوز 700 حالي كانوا بدون كملك. أستاذ أيمن، طب شو السبب اللي كان خلاهم ب 2014 إنه يقبلوا إنه يعطوهم الكملك، وبعد ذلك آخر سنتين رفضوا أو إنه ما عطوهم الكملك؟ يعني ما الذي اختلف حتى كانوا يسمحوا بعدين بطلوا مثلا؟ لا، بداية اللي في العام 2014 عمليا أدرك الأخوة الأتراك أنه في هناك لاجئين يأتوا من سوريا وهم فلسطينيين لم يكونوا على علم بهذا الأمر حقيقة. بالمناسبة أغلب من يحمل بطاقة الكملك منذ تلك السنوات يكتب على الكملك باعتباره سوري وليس فلسطيني. قليلين جدا من يكتب على الكملك أنهم فلسطينيين. وهذا أمر يعني من باب تعامل الأتراك معهم باعتبارهم فعلا كاللاجئين السوريين. ولكن منذ عامين حقيقة لم يشمل الموضوع فقط اللاجئين الفلسطينيين. نحن نعلم بأنه مثلا اسطنبول مغلقة على صعيد منح بطاقات الكملك أمام السوريين والفلسطينيين معا. صحيح. المقدمين من سوريا. وهناك ولايات أخرى تطبق نفس هذا المعيار، وبالتالي هذا أدى إلى تراكم أعداد الحقيقة بدأت تعاني بسبب عدم حصول على الكملك. وكان عندنا يعني في الاجتماع الذي تم الأسبوع الماضي وحضر عن تجمع مصير الدكتور حسام سعد كنا نقول بأنه يجب طرح هذا الموضوع، لأنه هذا موضوع يعني يعكس مشكلة كبيرة لدى عدد كبير من العائلات. وبالفعل تم الاستجابة وتم تبليغنا من خلال هذا الاجتماع أنه وافقت الجهات الرسمية التركية على منح هذه الحالات بطاقة الكملك. ونحن من طرفنا تواصلنا مع العائلات، والآن نقوم بإعداد ملف من أجل عرضه على السلطات التركية في الأسبوع القادم. بالأسبوع القادم عشان أن يتم حل هذه المشكلة. طيب، نعم، يعني بدنا نعطي فرصة للناس للتسجيل بصراحة على الكملك. نعم. طبعا ليس في إسطنبول فقط أستاذ أيمن، وإنما في عموم تركيا، ليس كذلك؟ بالضبط، في عموم تركيا. طيب، وأنا بدي ألفت يعني ألفت النظر هون اللي عم بسمعنا، وهذا كلام كثير مهم، يعني أنه حتى في الأسبوع الأخير كان عندنا عدة يعني تحركات حتى مع الائتلاف، تحركات مع قوى سياسية، مع منظمات المجتمع المدني. بصراحة نحن أصبحنا بحاجة ماسة إلى تفعيل وضع الفلسطينيين السوريين، إلقاء الضوء عليهم، مساعدتهم في حل مشكلاتهم، لأنهم يعيشون نكبة ثانية بصراحة. نعم. يعني غير النكبة الأولى. طب ما هي المشكلات الأخرى أستاذ أيمن؟ ما هي المشكلات الأخرى؟ أولا هناك في ثلاثة مشاكل أساسية بصراحة. تفضل. المشكلة الأولى أن الوجود الفلسطيني في سوريا أصبح معرضا لتهديد وجودي بحكم الاستنزاف الذي تم خلال فترة الصراع في السنوات الماضية. عمليا حوالي ثلث فلسطيني سوريا أصبحوا خارج سوريا، عددهم حوالي تقديراتنا يعني 600 ألف لاجئ فلسطيني سوري في سوريا، لم يبقى منهم أكثر يعني ما بين 350 ألف إلى 400 ألف.
إذن في هناك 200 ألف وأكثر أصبحوا خارج سوريا مشتتين في عدة دول. إذن هناك مشكلة تهجير حقيقية. وأنت تتحدث هنا عن لاجئ أساساً هو لاجئ في بلد كان ينتظر أن يمارس حقه بالعودة إلى دياره الأصلية في فلسطين وإذ به يبتعد عن فلسطين ويصبح مشرداً في أربع رياح الأرض. المشكلة الثانية أنه هي مشكلة في الحقيقة ناجمة عن الناحية الإنسانية لأنه أوضاعاً متدهورة بشكل كامل. حتى الأونروا التي تشكل مرجعية دولية لمعالجة أوضاع الإنسانية يعني أعلنت بشكل واضح في العام 2018 أنه أكثر من 90% من فلسطيني سوريا تحت خط الفقر في الدول التي يتواجدوا فيها إن كان في جوار سوريا أو حتى في دول بعيدة. هم يعانون معاناة فعلا كبيرة، لا توجد هناك مساعدات. حتى المهجرين عندنا في الشمال السوري يعني نعالج أيضا مشكلاتنا على الصعيد القانوني لأنه في قسم منهم كان لا يمنح حتى هويات أسوة بالسوريين. طيب المشكلة الثالثة هي مشكلة بصراحة لها علاقة بالبعد الوطني السياسي، بمعنى أن خصوصية اللاجئين الفلسطينيين هم بصراحة كمان علينا أن ندرك أنهم يعتبرون سوريا أيضا وطنا لهم، وهذا أمر حقيقي. هم عاشوا وولدوا أجيال عاشت وولدت في سوريا صحيح. وبالتالي هم مرتبطين فعلا بالواقع السوري وبالوطن السوري، لا يقل ارتباطهم في الواقع السوري عن انتمائهم إلى فلسطين. وهذه الخصوصية تحتم أخذ بعين الاعتبار عند التعامل مع هذا الملف، بمعنى تعمل على تأمين حقوق المدنية والمعيشية والإنسانية وبنفس الوقت النظر إلى قضيتهم باعتبارها أيضا قضية وطنية وسياسية. نعم. طيب سؤالي الأخير أستاذ أيمن، يعني بعد الحصول بإذن الله تعالى على الكملك وحل المشاكل أو الوضع القانوني، هل يعتبر هذا الحل يعني هو حل مؤقت للمشاكل الثلاثة اللي أنت ذكرتها؟ لأنه صاروا خلص يعني العديد من المشاكل انحلت وصاروا مثلهم مثل السوريين الآن. هل وجود هذا الكملك رح يلغي كل بعد فلسطيني حقيقة لإلهم؟ لا، على العكس بصراحة. يعني أنا بشكل رسمي خاطبت السلطات التركية قبل عامين أنه كل فلسطيني يحمل بطاقة كملك اللي كانوا حصلوا عليها يعني من الزمن أنه يتم وضع في الكملك إشارة إلى موطنه الأصلي باعتباره أيضا هو هو أيضا فلسطيني من سوريا. تمام تمام. يعني حتى يظل ثابت أنه نعم أنه هاي هويته الوطنية من حقه التمسك فيها. نعم. وبنفس الوقت هو يعني أيضا هو فعلا نحن اعتبرنا أنه منح الكملك أسوة باللاجئ السوري هذا إنصاف، لأنه عمليا هو حق اللاجئ السوري. صحيح 100%. أما قضية يعني هذا سيؤدي إلى حل أمور فعلا على مستوى القانون، تسوية وجوده القانوني في تركيا وحل مشاكله الإنسانية والمعيشية. أما المشكلات الأخرى اللي حكينا قبل شوي ذكرناها حول تهديد وجودهم في سوريا بسبب حرب النظام الشعبي، يعني النظام السوري نظام الأسد يتحمل المسؤولية الكبرى عما آل عليه فلسطينيين سوريا. هو لم يقم فقط بتهجير التلف يعني أكثر من 200 ألف، هو دمر أكثر من نصف المخيمات. لدينا فعلا آلاف الضحايا، لدينا حوالي 1800 يعني معتقل حتى الآن الموثقين وفي غيرهم غير معروفين. في عنا أكثر من 600 شهيد تحت التعذيب، في يعني معاناة وجرائم كثيرة وانتهاكات كثيرة تعرضوا إليها. وبالتالي نحن نستطيع أن نقول بأنه هذه الخطوة الأخيرة هنا في تركيا خطوة مهمة تؤدي إلى حل مشكلات إن شاء الله هاي العائلات، ونأمل فعلا أن يتم حل المشكلات ليس فقط أهلنا الفلسطينيين وإنما أهلنا السوريين، لأن نحن ننتمي إليهم وهم جزء منا. نحن نريد حل شامل وكامل لكل هذا الملف الإنساني. يعني أستاذ أيمن، طالما هناك أناس تحمل على عاتقة هذا الهم وتنادي وتلح في الطلب، بإذن الله سبحانه وتعالى يجدون أذان صاغية للطلبات، وهذه أولى البشائر. في أقل ما فيه كما ذكرت حضرتك هو استقرار الوضع القانوني، استقرار الوضع المعيشي والنفسي، وبعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى خطوة خطوة تفتح الأبواب. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أيمن أبو هاشم، حياكم الله. المنسق العام لتجمع مصير كنت معنا على الهاتف.